اهلا وسهلا بيكم في مطبخ زوزو هانم لوصفات الكيتو واللو كارب. النهارده ان شاء الله عندنا وصفه دجاج. هي وصفه دجاج متحمر في الفرن بالزبده والثوم والليمون. الوصفه سهله وجميله وطعمها حلو والكاربس بتاعها قليل جدا. لو اول مره معنا في القناه ما تنسوش تضغطوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه علشان خاطر توصلكوا كل الوصفات اول باول. يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. عندي هنا نص فرخة. هنا طبعا علشان العدد عندي قليل انا وبنتي الصغيرة فعاملة نص فرخة. طبعا انتي بتحسبي لو فرخة كبيرة هتديكي على فكرة هي نفس الماكروز بتاعتها بس هتضعفي المقادير. عندي هنا بجيب الفرخة بكون منظفاها كويس بقطعها ربعين. لو فرخة كبيرة بتقطعيها اربعة تربع. بتبتدي تعملي فتحات في الفرخة علشان خاطر لما تحطيها تشرب من التتبيلة اللي هتبقى موجودة فيها. بعد كده برش عليها ملح وفلفل اسود. طبعا احنا عايزينها بالجلد علشان خاطر تبقى محمرة. برش عليها فلفل اسود من الناحيتين وبرده من الناحية التانية برش عليها فلفل وملح فلفل اسود وملح وبعمل فيها برده فتحات بالسكينة زي ما احنا شايفين كده. كده الفرخة بتاعتي بقت جاهزة لبداية التحمير. بجيب هنا طاسة تدخل الفرن سواء بقى ستانلس او تيفال او اي نوع. المهم طاسة ينفع تدخل الفرن. بحط فيها معلقتين زبدة او سمنة. انا بحب استخدم السمنة اليومين دول شوية فانا حطيت معلقتين سمنة. عايزة تحطي زبدة حطي معلقتين زبدة ما فيش اي مشاكل. بعد كده ببتدي احمر الفراخ بتاعتي على نار متوسطة. بحطها على ناحية الجلد علشان تتحمر على نار متوسطة. بتسيبيها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق تقريبا وبعدين بيكون الوش بتاعها اتحمر. هتقلبيها على الناحية التانية علشان تتحمر برضو. لونها بيبقى جميل جدا زي ما احنا شايفين كده اللون الذهبي الجميل ده. الناحية التانية برضو هتقعد حوالي 5 دقايق او 7 دقايق على بال ما تتحمر. بعد كده بشيل الفراخ من الزبدة بعد ما بتكون اتحمرت بحطها في طبق برا. بكون جايبة فصين توم كبار. لو هتعملي الفرخة كاملة يبقى هتجيبي 4 فصوص توم كبار وفرمتهم وحطيتهم هنا في الزبدة. هتزودي كمان معلقة زبدة او سمنة على حسب اللي انت تستخدميه في التحمير علشان خاطر كمية الزبدة تبقى كويسة ومعقولة بالنسبة لكمية البروتين. لو هتعملي فرخة كاملة يبقى ممكن هتحطي 5 معالق زبدة او 6 معالق. حطيت في النار بعد ما الثوم يبتدي يتشوح علشان خاطر الثوم بتاعك ما يتحرقش وطعمه يبقى ممرر. حطيت في النار عليه وهتكوني جايبة نص كوباية شوربة. شوربة فراخ او شوربة لحمة او شوربة عظم اي نوع الشوربة اللي انت بتستخدميه. هتحطي نص كوباية على الثوم وبتكوني طفيتي النار. تحطي الشوربة وتكوني طفيتي النار وبعدين بتجيبي نص ليمونة كبيرة وتعصريها وبتحطيها بالكامل. لو بتستخدمي فرخة كاملة زي ما قلنا يبقى هتحطي ليمونة كاملة. بترجعي تحطي الفراخ بتاعتك تاني زي ما عشان كده قلنا بنعمل فتحات علشان خاطر تشرب من الصوص ده كويس جدا. وتدخليها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. هنا الفراخ بعد نص ساعة طلعت طعمها وريحتها بجد جميلة جدا 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 وكده جاهزة للتقديم. بتزينيها ببقدونس او بصل اخضر زي ما بتحبي وترشي عليها وكده جاهزة للتقديم والاكل. بتبقى مقرمشة وفي نفس الوقت فيها صوص طعمه جميل جدا مع الفراخ. تعالوا بينا علشان نشوف الكاربس الموجودة في الوصفة دي. الوصفة دي للفرد 428 كالوري فيها 3.4 جرام كاربس يعني مش مكملة حتى 3.5 جرام كاربس. حوالي 62% دهون 35% بروتين. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير علشان خاطر غيركم يستفيد. شكرا ليكم ولمشاهدتكم لقناتنا